عشت مرتين هو كتاب سيرة ذاتية لصحفي مصري راحل. فمن هو؟ صحفي وإعلامي قدير من أشهر برامجه رئيس تحرير وقلم رصاص. الكتاب ده 12/2014. قلم رصاص لإعلامي قدير. أنيس منصور؟ أنيس منصور إعلامي؟ مش إعلامي أصلا. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ جربي مش هنخسر حاجة. مصطفى أمين. 2014. 2014؟ أنا سمعتش 2014. مسمعناش الرقم. مصطفى أمين إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5، والاختيارات قصادنا على الشاشة. خالد توحيد، محمود سلطان، حمدي أنديل، عبد الله كمال. حمدي أنديل. حمدي أنديل. لا، وكل الناس بتسقف لك. وانا مش انا فاكر أنديل، بس مش فاكر اسمه الاول، يعني البرنامج كان بيجي على القناة الاولى كنت بحضره. احمد عاطف. إجابة صحيحة. حمدي أنديل فعلا الراحل. وبكده النتيجة 20 جامعة سوهاج، 20 جامعة طنطا. السؤال في الأدب.